مشاهدينا الكرام، إلى فقرة حديث الصورة. في لفتة غير مستغربة، كافأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم المواطن سعيد بن ربيع أمان ربيع حارس مدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة أحد المسارحات التابعة لتعليم جازان، وذلك طبعا عبد العزيز عقب قيامه بعمل بطولي وتمكنه من إخماد حريق قبل تطوره طبعا وانتشار بالمدرسة وإنقاذ طاقمهم وإخراجهم بفضل الله بأمان وتعرضه للإصابة جراء هذا الحريق. نقول لها شكرا وقبل على جبينه، وكذلك الشكر موصول لرأس هرم منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بن عبد العزيز آل سعود، كذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان على تكريمهم الدائم وقربهم من أبناء منطقة جازان، والشكر كذلك المركز الإعلامي بإمارة منطقة جازان.